إذن ننتقل بكم الآن إلى بكركي في لبنان، حيث نتابع انعقاد قمة روحية استثنائية في الصرح البطريركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية. مجازر وجرائم الإبادة الجماعية بشكل وحشي وهمجي لم يشهد له تاريخ البشرية مثيلا. بداية غزة والآن لبنان، والعالم كله يلوذ ويا للأسف بالصمت المريب. فلسطين والقضية الفلسطينية قضية حق وعدل. وطننا سيبقى واحة الحرية والديمقراطية والتراث الإيماني العميق والعيش المشترك الإسلامي المسيحي الآمن، وسيكون في وحدته وتماسكه وتضامن اللبنانيين وعروبته وقوة جيشه الوطني واقتداره وغناه الإنساني والثقافي سدا منيعا في وجه كل طامع ومعتد وغاصب للحق ومكابر. ما حصل أيها الحضور الأكارم هو امتحان عسير لنا جميعا. عرض لبنان كله للدمار، علنا نتعظ ويكون درسا لنا في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة، ولعل أهمها انتخاب رئيس للجمهورية، العنوان الجامع للبلاد تقيدا بأحكام الدستور، وهو الأمر الذي لا يجوز الاستهانة به على الإطلاق أو التمادي في تأجيله أو تعطيله، لأن تعطيله بات رئيس الجمهورية في نظامنا الداخلية والخارجية، فكان لابد في هذا النظام من وجود مرجعية موثوقة ومنزهة عن الصراعات السياسية تجمع اللبنانيين وتتمتع بالتجرد والموضوعية والترفع لضبط إيقاع الدولة، وتحول دون إمكانية التدخل الخارجي في الصراع الداخلي، وتقوم بدور صمام الأمان لحل مشاكل الداخل. فأناط الدستور هذه الأمانة برئيس الجمهورية وأوكله السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستمرار عمل السلطات والمؤسسات الدستورية. وهذا يعني أن الدستور قد أوكل إليه الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى التي من شأنها أن تؤمن للوطن بقاءه واستمراريته وللكيان سلامته ومناعته
وللشعب اللبناني وحدته وتضامنه، وللبنان استقلاله وسيادته، أي حرية قراره الوطني وسلطة الدولة الكاملة على إقليمها وعلى المقيمين على أرضها. أصحاب الغبطة والسماحة، أتوجه من خلالكم إلى اللبنانيين، كل اللبنانيين، كفانا تشرذما وفوضى. يجب أن تستعيد الدولة قرارها ودورها وسلطتها الواحدة والوحيدة، وتحرص على تطبيق الدستور واتفاق الطائف. يجب أن نبدأ ببناء الدولة القادرة والعادلة. يجب أن نعتاد العيش في كنف الدولة ونتقبل فكرة الدولة ونحترم قوانينها ودستورها ونخضع لسلطانها، لأننا خارجها نكون جماعات وطوائف وقبائل متناحرة لا رابط بيننا ولا كيان لنا. بات اللبنانيون بحاجة إلى دولة تحميهم وترعى شؤون حياتهم ومعاشهم وتوفر لهم الأمان وتهتم بمشكلاتهم وتصون كراماتهم وحقوقهم وحرياتهم. لم نفقد أبدا الأمل ببناء الدولة، الدولة الدستورية، دولة الحق والمؤسسات وكرامة الإنسان، التي تستطيع أن تنقذ لبنان وتستعيد استقراره الاقتصادي ونموه ونموذه وازدهاره. تعازينا الحارة إلى أهلنا وإخواننا في الجنوب اللبناني الصامد والبقاع وبيروت وضاحيتها وفي كل المناطق اللبنانية التي استهدفها العدوان الصهيوني الغاشم، والشهداء هم شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن لبنان، والضحايا الأبرياء من المدنيين والنساء والأطفال والعجز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضمد جراح المصابين وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل، ونحث الدولة بكل مؤسساتها على احتضان أهلنا النازحين وتوفير كل أسباب الصمود وتقديم العناية الصحية والإغاثية والرعائية لهم والحفاظ على السلم الأهلي. ونقدم شكرنا إلى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي سارعت إلى إغاثة النازحين والوقوف إلى جانب لبنان في محنته الكبرى ومساعدته من أجل إعادة إعمار ما هدمه العدو الصهيوني الإسرائيلي الغاشم. أتمنى النجاح والتوفيق لهذه القمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى لدى اللبنانيين ولدى العالم أجمع أسماعا صاغية. وشكرا لكم جميعا. كلمة سبب وقت التركيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إنها لمناسبة عزيزة أن نلتقي اليوم في هذا الصرح الكريم كعائلات روحية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الصهيوني الغادر والمجرم والإرهابي. وأمام هذه الظروف فقد جئنا آملين منكم بموقف على مستوى هذا الواقع الذي تمارس فيه إسرائيل حرب إبادة موصوفة تستهدف كل لبنان بكل ما فيه، فيما تتصدى لهذه القوة الغاشمة مقاومة باع رجالها جماجمهم لله سبحانه وتعالى وأقسموا على النصر أو الشهادة، وقد استشهد سيدهم في سبيل هذه القضية سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مع نخبة من رجال الله في مواجهة هذه الحرب العدوانية على شعبه، على لبنان وشعبه الذي قدم نفسه فداء للبنان كيما يضام أو تتسع دائرة العدوان لتشمل المنطقة كلها ويعرض بلده وشعبه وإلاة الحرب اللئيمة. أيها الإخوة، إن أهلنا الذين يتعرضون لأقصى صنوف المعاناة بعدما دمرت بيوتهم وبلداتهم وقراهم واستشهد من استشهد من أبنائهم اضطروا إلى النزوح والتشتت في مناطق لبنان وفي الخارج، وهنا بعد توجيه التحية لهم على صبرهم وتضحياتهم الكبيرة فداء للبنان أتوجه بالتحية الخالصة للشعب اللبناني بكل مناطقه وطوائفه وتنوعه على فتح أبوابهم لإخوانهم ومواطنيهم الذين اضطرهم العدوان على ترك ديارهم، فوجدوا إخوانا كراما تلقوهم وسطروا صفحة وطنية وإنسانية بيضاء ناصعة كبياض ثلج لبنان. فتحية لكم وبوركتم، حيث دائما تتجلى أصالتكم في الملمات وفي الأوقات الصعبة عندما يتعرض الوطن للمحن والبلاء. هؤلاء أيها السادة يخاطبون اليوم ضمائرنا لنكون على مستوى الإحساس بمعاناتهم وآلامهم، فلا نفرط بحقهم في حياة كريمة دفعوا في سبيلها الغالي والنفيس منذ عقود طويلة، مذ زرع هذا الكيان الغاصب في منطقتنا. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن هذا العدوان لا يستهدف فئة بعينها،
إنما يستهدف الوطن بأكمله شعباً وكياناً وعائلات روحية تشكل نقيضاً لهذا الكيان العنصري الغاصب والمتوحش الذي لا يعيش إلا على سفك الدماء. ولذلك يجب أن يكون التصدي لهذا العدوان المجرم شاملاً وكاملاً وعاماً. لا أريد أن أطيل عليكم، لكنني أود أن أؤكد لكم ما قد يعتبره البعض مأخذاً علينا بذريعة أو بدعوى الخروج على الدولة. نحن أهل الدولة، نحن رعاتها وحماتها والحريصون على قيامتها وقوتها وسلطتها. لقد بح الإمام موسى الصدر الغائب الحاضر وهو يدعو إلى بناء الدولة الحقيقية التي تستطيع أن تدافع عن سيادتها وعن كرامة شعبها، ولكن الدولة طوال عقود تخلت عن سيادتها ووقفت وقوف العاجز بل اللامبالي بسيادتي وحياتي ومصيري وكرامة شعبها ومعاناته، وتركته هناك على الحدود للوحش الصهيوني الضاري يستبيح الأرض ويقتل ويعربد مغتنما فرصة الانقضاض لتحقيق حلمه التوسعي وأطماعه في أرضنا ومياهنا وخيراتنا. تركتنا الدولة دون اكتراث لمصير هذا الجزء العزيز من لبنان وشعبه الأبي والمقدام. فالسيادة لا تتجزأ، وكل شبر من تراب الوطن غال بل مقدس، وهي مسؤولية الدولة واللبنانيين جميعا وليس مسؤولية فئة من اللبنانيين بعينها أن تدفع هذه الأثمان الباهظة، فهي غير زاهدة بأبنائها لتدفعهم إلى الموت، وليسوا أقل أهمية من أبناء الآخرين، ولكن لم يترك لهم خيار حين نقصت الدولة والمسؤولون عن القيام بواجبهم في حماية حدود بلدهم والدفاع عن كرامة أبنائه. فتمكنت المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني من تحرير الأرض وأعادت للإنسان اللبناني كرامته، وهي ما زالت تتصدى لهذا الوحش المتفلت من عقاله والذي تجاوز كل الحدود في عدوانه الذي تركز على المدنيين وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والمدارس والمستشفيات والعاملين في القطاعات الصحية والصحفية وكل ما له علاقة بالعمل الإنساني، كما لم يوفر القوات الدولية وهي يكرر في لبنان ارتكاباته ضد الشعب الفلسطيني في ظل العجز الدولي ومؤسساته عن وضع حد لعدوانه. بل تآمر هذا المجتمع وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وفي ظل غياب الدولة المسؤولة التي يتوجب عليها حمل هذا العبء الثقيل والذي يفترض بها أن تشكل الدرع الواقي للوطن والمواطنين. ولذلك نوجه لهذه المقاومة التي تتشكل من أبناء المناطق المستهدفة بالعدوان ونشد على أيدي رجالها الأبطال الذين يقفون اليوم بكل بسالة في وجه هذا الوحش المفترس من أجل عزة لبنان وكرامة مواطنيه، ونترحم على شهدائهم. إنا ندعو إلى بناء دولة حقيقية وقادرة تستطيع القيام بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها، وبناء دولة عادلة، دولة المواطنة
بعيدا عن المحاصصات الطائفية التي هي سر عدم قيام هذه الدولة، ليتهرب حيث يتغافل البعض عنه ويحمله عن قصد أو غير قصد إلى المقاومة والسلاحية، ليتهرب من اللجوء إلى الحل الحقيقي الذي من دون المصارحة بيننا سنبقى نكرر أنفسنا ومشاكلنا. أما المصارحة والجدية فتقتضي الاعتراف بأسباب الفشل في بناء الدولة، لنسير جميعا تحت كنفها وحمايتها ونخرج من هذا الوضع، ولتتحمل الدولة مسؤولية حماية سيادتها والدفاع عن أمن وأمان واستقرار مواطنيها. وأول الخطوات أن نبدأ اليوم بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس توافقي للبلاد. لذلك نناشد الإرادات اللبنانية الخيرة والحرة إلى أن تسعى سعيها لإعادة انتظام المؤسسات عبر انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، كي يتمكن من العمل بأريحية ومن دون تحديات، وأن يقف اللبنانيون خلفه جميعا ليتمكن من قيام بهذا الحمل الثقيل، ومن ثم تشكيل حكومة وطنية جامعة تنتظرها أعباء الجسام. لكن علينا أولا وقف هذه الحرب المجنونة بوقوف الشعب اللبناني موقفا واحدا وصوتا واحدا حيث يراهن العدو ويعمل على إثارة الفتن الطائفية بين البيئة النازحة والمستضيفة بقصفه لأماكن تواجد النازحين في مناطق مختلفة. حين يفشل يلجأ إلى ذلك حين يفشل في الميدان أمام رجال المقاومة، ولنجند كل طاقاتنا الداخلية والخارجية السياسية والإعلامية للضغط لتحقيق هذا الهدف. إن وحدتنا الوطنية أيها الإخوة هي الأرض الصلبة التي يستند إليها للدفاع عن الأوطان، فإذا ما كانت رخوة ابتلعتنا قبل أن يصل العدو إلينا. إن الدولة رغم الظروف الصعبة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد يقع على عاتقها مسؤولية استيعاب وضع النزوح وتبعاته، مع الجهد المشكور للهيئات والجمعيات والأشخاص الخيرين الذين يقدمون جهدا مشكورا في هذا المجال. ويقع على عاتقنا كمؤسسات دينية وطنية أن نقوم بتشجيع المنتمين إليها للمساهمة في هذا الجهد الوطني الإنساني والإيماني والاجتماعي بما يخفف من آثار النزوح الاجتماعية والبيئية والصحية والتربوية، وهو يحتاج إلى جهد الجميع إلى جانب جهد الدولة على هذا الصعيد. ونحن في هذا المجال نعول على جهود دولة الرئيس نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونوليهما الثقة الكاملة في هذا المجال، كما ندين العدوان الصهيوني على قوات اليونيفيل ومحاولته إخراجها من مواقعها ومنعها من القيام بمهماتها التي حددها مجلس الأمن الدولي. تحية لأهلنا النازحين في كل المناطق، وتحية لأهلنا المستضيفين في كل المناطق، وتحية لكل الشهداء، تحية للشعب اللبناني العزيز، تحية لكم جميعا. وأشكر غبطة البطرك على هذه الدعوة الكريمة، وآمل إن شاء الله
أن يتحقق فيها ما يأمله اللبنانيون منا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى أنبياء الله الطاهرين أجمعين. صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مارشال بطرس الراعي السامي الاحترام، نشكركم على المبادرة والاحتضان والاستضافة. أصحاب السماحة والغبطة والسيادة والفضيلة، يسعدنا أن نكون معا مجتمعين على كلمة سواء، متبادلين الرأي والموقف ومتعاونين على حمل الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجاء في الكتاب المقدس: وأخيرا أيها الإخوة، افرحوا، تكملوا، تشجعوا، اتفقوا في الرأي، عيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. استنادا إلى هذا الكلام المنزل والمقدس المرسل للناس هدى ورحمة وتحقيقا لرسالتنا الأخلاقية والإنسانية، وحرصاً منا على تمتين روابط المحبة والرحمة والأخوة فيما بين عائلاتنا الروحية، وشعوراً منا بواجب تحمل المسؤولية تجاه وطننا إزاء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي غاش، وما يقتضيه من واجب مناشدة المسؤولين والضغط عليهم للتلاقي والتعاون بهدف إنقاذ الوطن في هذا المنعطف التاريخي الخطير، وانطلاقا من الدور الروحي والأخلاقي الذي يقع على عاتقنا في مهمة بث الروح الطيبة بين أبناء الوطن، والتي تتعدى الألم والسخط والغضب. نلتقي في هذا الصرح المبارك حامدين الله على نعمة اللقاء فيما بيننا، ومتوجهين إليه سبحانه وتعالى بالشكر على نعمة الإيمان التي منحنا إياها وإن اختلفت مظاهرها، وعلى نعمة الانتماء إلى هذا الوطن وإن كبرت معاناته. نلتقي كمؤمنين في توحيدنا، فنرتقي كمواطنين في وحدتنا، متمسكين بالشراكة الروحية والوطنية التي هي مصدر قوة لبنان وثباته. ولنؤكد بأن المشهد اللبناني يمكن أن يكون النموذج الأرقى للتنوع في الوحدة إذا ما أحسننا إدارته وفهمه والاستفادة منه واحترام خصوصيات بعضنا بعضا، وبالتالي إذا ما أسكتنا الأصوات المنادية بأية صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي. نلتقي في خضم هذه الحرب العدوانية المسعورة على البشر والحجر، لنترحم على أرواح الشهداء الأبرياء وأرواح الشهداء الأبطال الأشداء، ولنتعاطف مع الجرحى والمعذبين والمصابين الذين فقدوا أحباءهم وبيوتهم ومؤسساتهم جراء العدوان، رافعين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وسائلينه برجاء أن تتوقف هذه المأساة، وأن تتبلسم الجراح، ويعود النازحون إلى ديارهم، فيعيدوا بناء ما تهدم، ويؤكدوا تشبثهم بالأرض ورغبتهم في العيش عليها بكرامة وسلام. نلتقي لنحذر مجددا من خطورة الاستقواء بالخارج على الداخل، ومن محاولة تغليب أي طائفة على أخرى مهما كانت الدوافع والمبررات. فلبنان لا يبنى إلا على قاعدة أخلاقية ذهبية ثابتة تقضي
بأن تحافظ كل عائلة روحية على شريكتها في الوطن لا على نفسها فحسب. نلتقي لنقول إنه بقدر ما يقتضي الواجب الوطني استعداداً عند جميع اللبنانيين للمقاومة وللدفاع عن الأرض والكرامة والوجود، وبقدر ما تستوجب الساحة إسناد الأخوة بعضها. إذن تابعنا معكم جانبا من انعقاد قمة روحية استثنائية في الصرح البطريركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في بكركة بجبل لبنان، حيث أكد مفتي لبنان أن الاجتماع هو خير رسالة للعالم أجمع وأبلغ رد على العدو الإسرائيلي الذي لا يرعى القوانين الدولية والإنسانية ولا يقيم لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وزنا ولا يولي لمجلس الأمن والأمم المتحدة احتراما وهيبة. وأوضح المفتي أن لبنان سيبقى واحة الحرية والديمقراطية والتراث الإيماني العميق والعيش المشترك، وسيكون في وحدته وتماسكه وتضامن اللبنانيين وعروبته وقوة شعبه وغناه الإنساني والثقافي سداً منيعاً في وجه كل طامع ومعتد. من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فئة بعينها بل يستهدف لبنان بأكمله، وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان، مطالباً باستعادة مؤسسات الدولة اللبنانية والاتحاد من أجل انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة وطنية جامعة من أجل الوقوف ضد العدوان الغاشم على الشعب اللبناني.